ما هو داء الحفر؟ داء الحفر سكيرفاي بالإنجليزية أو الإسقربوط، هو مسمى يطلق على النقص الحاد والمزمن في فيتامين جيم أو حمض الأسكوربيد. قد وجد أن داء الحفر هو داء متعارف عليه منذ العصور اليونانية والمصرية القديمة، حيث أنه كان شائعا بين البحارين، وذلك لأنه كان من الصعب الحصول على الكميات اللازمة من الخضروات والفواكه الطازجة المحتوية على فيتامينات جيم خلال رحلات الإبحار الطويلة، مما أدى إلى وفاة الكثير منهم بسبب الأعراض الناتجة عن داء الحفر. وتجدر الإشارة إلى أن داء الحفر رغم أنه نادر الحدوث في وقتنا الحالي، إلا أنه قد يصيب أي شخص لا يتناول كميات كافية من فيتامين جيم. وتعتمد بداية حدوث أعراض داء الحفر على المدة الزمنية المستغرقة عند الأشخاص لاستخدام المخزون الجسمي المحدود في فيتامين جيم. ومن الضروري معرفة أن جسم الإنسان غير قادر على صنع فيتامين جيم بنفسه، لذلك إذا كان النظام الغذائي المتبع لا يحتوي على فيتامين جيم، تبدأ أعراض داء الحفر بالظهور خلال مدة تستغرق 4 أسابيع تقريبا. ما هي أهمية فيتامين جيم في جسم الإنسان؟ يلعب فيتامين جيم أدوارا هامة كثيرة ومفيدة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد تكوين الكولاجين، وهو بكونه أيضا مضاد للأكسدة. فعمليات أيض الأكسجين في الجسم تعمل على تكوين مركبات جزئية تدعى الجذور الحرة، التي بدورها تعمل على تدمير جدران خلايا الجسم، ويقوم عمل مضادات الأكسدة على تدمير هذه الجذور الحرة، ويعتبر فيتامين جيم أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة. من أهمية فيتامين جيم في الجسم أيضا امتصاص الحديد ومكافحة العدوى، فتحتاج خلايا جسم المناعة خصوصا الخلايا اللمفاوية إلى فيتامين جيم لأداء عملها بشكل جيد. إضافة إلى مهام أخرى، فيدخل فيتامين جيم في تصنيع مواد هامة أخرى في الجسم مثل المواد الكيميائية الموجودة في الجهاز العصبي والتي تدعى الناقلات العصبية. ما هي أسباب الإصابة بداء الحفر؟ هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بداء الحفر، منها النظام الغذائي المفتقر إلى الخضروات والفواكه الطازجة، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض الدخل أو حدوث المجاعات. من أسبابها أيضا النظام الغذائي المقيد بأنواع معينة من الأغذية، وذلك بسبب أمراض الحساسية أو المعاناة من صعوبة في البلع وغيرها. مرض فقدان الشهية العصبي، التقدم في العمر والتناول المفرط للمشروبات الكحولية أو تعاطي المخدرات، الفطام المتأخر للرضع، الحالات المرضية أو العلاجية الدوائية التي تعمل على تقليل قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية بما فيها فيتامين جيم مثل داء الكرون والتهاب الكولون التقرحي. أما عند الرضع فلها أسباب أخرى كسوء التغذية لدى الأم واستخدام حليب مبخر ومغلي، وجود صعوبة في الرضاعة ومشاكل صحية وهضمية تتعلق بامتصاص المواد الغذائية. أعراض داء الحفر: يلعب فيتامين جيم أدوار عديدة في الجسم، وينتج عن نقصه الكثير من الأعراض مما يظهر خلال الأسابيع، ومنها ما يحتاج إلى أشهر عدة. ومن هذه الأعراض الضعف العام في الجسم والشعور بالتعب غير المبرر، المعاناة من نقصان الشهية والشعور بالانزعاج والغضب، المعاناة من آلام في الساقين وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم. هذه أعراض مبكرة. أما الأعراض التي تظهر بعد شهر إلى 3 أشهر: فقر الدم، التهاب اللثة ونزيف البشرة أو نزول الدم من تحت الجلد، ظهور نتوءات محمرة ومنتفخة على بصيلات الشعر، وظهور كدمات زرقاء محمرة أو سوداء على الساقين والأقدام، تسوس الأسنان والتهاب ونزيف اللثة، تورم المفاصل وضيق التنفس، الشعور بألم في الصدر، جفاف أو حرقة العين، أو حديث نزيف في ملتحمة العين لا كونجنكتيفا أو في عصب العين، انخفاض المناعة بالإضافة إلى انخفاض القدرة على التئام الجروح، عدم وضوح الرؤية وزيادة الحساسية تجاه الضوء، المعاناة من نزيف في الجهاز الهضمي، والمعاناة من الصداع. أما المضاعفات الخطيرة والحادة من هذا المرض: قد تسوء حالة المصاب لينتهي به المطاف إلى الوفاة، وتشمل اليرقان الشديد وهو اصفرار لون البشرة والمنطقة البيضاء من العيون، الشعور بألم عام في الجسم وانتفاخه، انحلال الدم وهو نوع من أنواع فقر الدم الذي ينتج عن تكسر خلايا الدم الحمراء،
الإصابة بالحمى وتكسر الأسنان، حدوث نزيف داخلي، اعتلال الأعصاب والشعور بخذران، ألم في الأطراف السفلية واليدين، والمعاناة من التشنجات والهذيان وفقدان الوعي. علاج داء الحفر. يتم علاج داء الحفر بسهولة عن طريق إضافة بعض الأطعمة الغنية بفيتامين جيم إلى النظام الغذائي الذي يتبعه المصاب، مثل الخضروات والفواكه الطازجة. أو قد يطلب الطبيب من المصاب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين جيم لتحسين حالته. وقد وجد أن معظم الأشخاص المصابين بداء الحفر يشعرون بتحسن خلال 48 ساعة، وقد يتم شفاؤهم بشكل تام خلال أسبوعين تقريبا. ويجدر التنويه إلى أن فيتامين جيم يذوب في المياه، وقد يقلل الطبخ والتعليب والتخزين المطول من محتوى الطعام من فيتامين جيم بشكل كبير. لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين جيم وهي نيئة، أو أن تكون أقرب ما يمكن لذلك. وهذه بعض الأمثلة على هذه الأطعمة الغنية بفيتامين جيم. كاللفت والسبانخ، البروكلي، الكيوي، التوت والفراولة، الأناناس والمونغا، الطماطم وكل العصائر، البازلاء الخضراء، البطاطا والقرنبيط والبطيخ، الفلفل الحلو أيضا.